الله اعلم، لكن يريد ان يريه ان القدرة الالهية لا يعجزها شيء. قال هي عصايا اتوكأ عليها، استند عليها، واهش بها على غنمي، احرك بها الغنم، ولي فيها معارف اخرى، استعملها استعمالات اخرى. قال القها يا موسى، انت تقول انها عصا، القها يا موسى. فالقاها فاذا هي حية تسعى. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الاخرى: وان القي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان، حية تتحرك حركة سريعة جدا كأنها جني، ولا مدبرا. هرب موسى، ترك الموقع وترك كل مكان وهرب، ولا مدبرا ولم يعقب ولم يلتفت. فناداه الرب عز وجل: يا موسى اقبل، ارجع ولا تخف. وقال: اقبل ولا تخف، انك من الامنين. وفي الآية الاخرى قال: خذها ولا تخف. رجع، لما رجع قال: خذها. موسى عليه السلام خايف خوف شديد، حية ضخمة جدا تحولت الى حية ضخمة، فخايف. فامسكها من ذنبها فرجعت عصا. يقول الله سبحانه وتعالى: قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الاولى. ترجع كما كانت عصا. واضمم يدك الى جناحك. وفي الآية الاخرى: واسلك يدك في جيبك. نفس المعنى، اضمم يدك الى جناحك، دخل يدك تحت ابطك. اسلك يدك في جيبك، دخل يدك في فتحة الثوب. اذا ادخل يدك في ثوبك، في فتحة الثوب، الى ان تصل تحت ابطك. موسى فعل ذلك، دخل ايده من داخل الثياب الى ان وصل الى ابطه. فلما اخرج يده واذ هي تلمع كأنها الشمس، نور عظيم يخرج منها. يقول الله سبحانه وتعالى: واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية اخرى. يقول الله سبحانه وتعالى: اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، ما فيها اذى، بدون مرض. يرجعها مرة اخرى يذهب النور، اذا ادخلها يطلع النور، دخلها يخفي النور، يتحكم في النور كما يشاء. آية من عند الله، معجزة. واضمم اليك جناحك من الرهب. اذا شعرت بالخوف اطوي يديك على بعضهم يذهب عنك الخوف. اضمم يدك الى جناحك، جناح الانسان يداه، يذهب عنك الخوف من الرهب. فذلك الامرين الاولين العصا واليد برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين. يقول الله سبحانه وتعالى: لنريك من اياتنا الكبرى. من اعظم ايات الله عز وجل: اذهب الى فرعون انه طغى. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني، في لساني حبسة لتأتئ ويلتق، كيف سأدعوهم وانا على هذا الحال؟ واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فسبحان الله، من بعد هذا الدعاء كان موسى اذا تكلم لتأتئ، واذا دعا الناس او دعا فرعون في منتهى الفصاحة. اذا وقف موقف دعوة يفتح الله سبحانه وتعالى على لسانه، واذا كان في حياته اليومية ترجع العقدة. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم شفع يقول، تقول ام المؤمنين عائشة: اعظم شفاعة في التاريخ. لما الواحد يتوسط ما في واسطة، ما في شفاعة اعظم من هذه الشفاعة. لما قيل: اي الناس اشفع؟ فقالت: موسى، عندما شفع لاخيه ان يكون نبيا.
أي شفاعة يوفى أكبر من هذه؟ بشفاعة موسى صار هارون عليه السلام نبيا. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. فصار هارون نبيا بشفاعة موسى عليه السلام. يقول الرب عز وجل في الكتاب قال ربي في هذا المشهد نفسه اني قتلت منهم نفسا انا خايف ارجع قاتل عندهم واحد فاخاف ان يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي ردءا يعاونني يساعدني يصدقني اني اخاف ان يكذبون. قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون. ذهب الى فرعون قطع الطريق وذهب الى فرعون. موسى عليه السلام التقى بامه وباخوته واخذ معه فرعون اخذ معه هارون الى فرعون عليه اللعنة. فطرق عليه الباب فرده الحرس كانوا ما يدخلون عليه الا كبار القوم فقالوا له ارجع. قال اني رسول وكانت الرسل تأتي من الملوك فظنوه رسول من ملك وما عرفوا فادخلوه على فرعون فعرفه. مشهد عظيم ذكر في القرآن بآيات كثيرة نختار لكم منها قول الله عز وجل قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكما مستمعون. الحديث الله سبحانه وتعالى يسمعه استماعا مباشرا. فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. ما هي المهمة التي أرسلوا بها؟ ما كانوا الهدف المصريين، الهدف اخراج بني اسرائيل من الذل الذي هم فيه. ان ارسل معنا بني اسرائيل. فعرفه فرعون. قال ما هو انت موسى؟ قال نعم. قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت الجريمة التي فعلتها وانت من الكافرين. النعم اللي انا اعطيتك اياها كلها سنين اللي ربيتك عندي كل هذا نسيته؟ قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي انت تمن علي انك ربيتني وكذا انت ربيتني لاني كنت اريد ان انجو من العذاب الذي فعلته ببني اسرائيل وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. في منتهى القوة كان يخاطب فرعون. قال فرعون وما رب العالمين هذا الذي تريد ان تدعونا اليه؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما. وكان يتوجه بالخطاب ليس الى فرعون فقط وانما الى الحاضرين ان كنتم موقنين. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله الكلام الغريب هذا. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. بدأ يذكر الأشياء التي لا يستطيع عليها فرعون. فرعون يقول أنا الرب.
فهنا يقول له السماوات الارض المشرق المغرب، هذه يعرفون انها ليست بيد فرعون. قال لما وصل الامر الى هذا وبدأ الامر يصبح خطير والجدل بدأ يأخذ مجراه، قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. وهذا منهج الطغاة دوما، تأتي بالحجة، تأتي بالبرهان بالدليل، الحل سجون وارهاب وتعذيب وبطش، وهذا الذي يفعل في امتنا في كثير من بلاد المسلمين اليوم فرج الله عنها. يأتي داعية يدعو، النتيجة سجن وتعذيب وطرد من العمل وانتهاك للاعراض وامثالها. ولا حول ولا قوة الا بالله، منهج الطغاة على منهج فرعون. قال اولو جئتك بشيء مبين، لو اتيتك بدليل مبين، قال فأت به ان كنت من الصادقين. اذن الامر تجهز لان يظهر له الايات المعجزات. ايات اخرى تذكر هذه الدعوة لفرعون. قال انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هو الذي خلق كل شيء وهو الذي هدانا. قال فما بال القرون الاولى، يعني لماذا الناس الذين قبلنا ما عبدوا هذا الرب الذي تكلم عنه؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يعني اتغير الموضوع، اتركنا من القرون الاولى، نحن معك الان، هذا الذي نتحدث عنه. الله نتحدث عن الله الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به جنات ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لآيات لأولي النهى. اذا الامر تجهز لاخراج الايات. قال ائتنا بالايات. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. اذا اظهر له معجزتين عظيمتين، انبهر منها فرعون وانبهر الذين معه، لكن فرعون فورا استرد اعصابه وخاف انه يفتن الذين معه. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك؟ جئت بالسحر؟ هذه افعال سحرة، نحن نعرف هذا ارض كلها سحرة، هذا سحر عجيب. انت تريد ان نخرج بني اسرائيل بافعال سحرية؟ اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله. انت ساحر؟ احنا عندنا سحرة. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى. نتفق على موعد ما حد يتخلف، ومكان معروف عند كل الناس حتى يجتمع الناس ويرون من الغالب. فقال، وهذا الذي كان يريده موسى عليه السلام، فرصة ان يدعو كل الناس. قال موعدكم يوم الزينة، يوم العيد، وان يحشر الناس ضحى، وقت الضحى يجتمع الناس. ثم انذرهم وحذرهم، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هذا الكلام الله سبحانه وتعالى ينقلنا الان الى المشهد مع السحرة. اجتمع مع السحرة، جاء 40 ساحر كان قد اختارهم فرعون وهم صغار، واجبرهم على تعلم السحر عند كبار السحرة، وفعلا كبروا وصاروا هم كبار السحرة في مصر، منهم صغار وهم على السحر الى ان كبروا وهم على السحر. فهددهم موسى عليه السلام وانذرهم
فاجتمع السحرة بالسر، بدأوا يتحدثون لا فرعون يسمع ولا الناس يسمعون، فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى. اسروا النجوى يعني تكلموا كلاما خافتا بالسر واختلفوا. قالوا تعرفون، خلونا من الناس، تعرفون كل هذا دجل شغلنا، ونخشى ان يكون هو نبي فعلا وهو قد هددنا. ويلكم قبل ما تفتدون لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. لكن بعد التشاور بين السحرة ذهبوا الى فرعون، قالوا وإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبون، إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. إذا تغلبون لي هذا الرجل ليس فقط إكرام وإنما أقربكم فتكونون من خواصي. فطمعوا فخطبوا في الناس، قالوا عن فرعون عن موسى وهارون، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. بدأوا يتحدثون مع بعض، قالوا اتفقوا لا تختلفوا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. تقدموا صفا واحدا نحو موسى، مشهد رهيب، 40 ساحر يتقدمون، موسى واقف وحده وخلفه هارون والناس تتفرج. وبدأوا ينادون قد أفلح اليوم من استعلى، كأنها معركة. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فأوحى له الله سبحانه وتعالى قال دعهم هم يلقون، قال بل ألقوا. فوقف السحرة معهم العصي والحبال فرموا العصي والحبال، وإذ بالعصي والحبال تتحرك وتهتز بشكل عجيب كأنها تسعى، حتى أن موسى عليه السلام سحرته سحره المشهد، سحره السحرة بهذا. يقول الله سبحانه وتعالى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه إلى موسى أنها تسعى. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ما هو خفة يد، مو حيل يدوية شيء يخفونه، سحروا أعين الناس، كل الناس ترى هذا المشهد ففزع الناس. فالله سبحانه وتعالى تدخل له، يقول الله سبحانه وتعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى. موسى خاف، موسى نفسه عليه السلام خاف من المشهد، أي سحر هذا؟ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك. فألقى العصا، ناوله إياها هارون فألقاها فتحولت العصا إلى حية ضخمة وبدأت العصا تبلع هذه الأشياء كلها. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. السحرة لما شافوا المشهد عرفوا أن هذا ليس سحرا وإنما هو معجزة من عند الله. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. ما هو سحر وإنما إعجاز إلهي. فغضب فرعون، 40 ساحر أمام الناس يسجدون كلهم سجدوا. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، كيف تؤمنون قبل ما تستشيروني؟ مسألة ما فيها استشارة. لما سقط السحرة ما سقطوا من كيفهم، يقول الله سبحانه وتعالى ما قال فسجد السحرة، قال فألقي السحرة. الله سبحانه وتعالى جعلهم ينكفئون على وجوههم، يريد مخرج من هذه المصيبة التي أصابته، هزم.
فماذا قال؟ فورا خطب في الناس يبين لهم هذه حيلة، انه لكبيركم الذي علمكم السحر، هذا كبير السحرة هو اللي معلمهم، هذا اتفاق بينه، ان هذا الا مكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها، في اتفاق حدث بين موسى وبين هؤلاء السحرة حتى يخرجوا الناس. شوف كيف قلبهم وسائل الاعلام كيف تجعل الداعية مجرما وتجعل الذي يدعو الى الحق ارهابيا، فتدخل فورا قلب الامور، فهددهم فلو قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى، ساقطع ايديكم وارجلكم واصلبكم اقتلكم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، ظهر لنا الحق البين الظاهر والذي فطرنا، فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. هنا طبعا فورا فرعون امر بقتل السحرة هؤلاء جميعا، وهؤلاء السحرة ذكروا انه هو الذي استكرههم على السحر، وما استكرهتنا عليه من السحر، فعرفوا انها سحر هذا باطل، وظهر لهم الحق فامنوا، فكانوا من اول من امن من المصريين بعد الرجل الذي كان يسعى ايضا امن. يقول ابن عباس ما امن من المصريين هؤلاء من قوم فرعون ما امن الا ثلاثة بعد السحرة او مع السحرة، امنت اسيا، وامن الرجل الذي جاء يسعى، وآمن رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، والباقي كلهم على الكفر. ظهر الحق وبان للناس أجمعين. فهنا ماذا فعل فرعون؟ بدأ يتشاور مع جماعته، قال ماذا أفعل؟ قالوا زد العذاب على بني إسرائيل، فأمر. يقول الله سبحانه وتعالى فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال. بدأ البلاء مرة اخرى على بني اسرائيل، قال يعاندوني وما يعبدوني ويريدون ان يحرفوا الناس عن ديني، هذا عذابهم. ثم بدأ يستهزئ بموسى، وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. يستهزئ من هذا موسى؟ قال يستعين بربه ساقتله. فموسى عليه السلام استعان بالله عز وجل وقال موسى اني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فتدخل فورا المؤمن واحد من آل فرعون لما رأى هذا المشهد آمن، فتدخل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وأخذ يدعوهم دعاء عظيم في موقف دعوة كريمة كاد يفقد بها حياته، موقف عظيم يذكر فرعون بعظمة الله عز وجل وألا يعاند النبي، وكاد فرعون أن يبطش به لكن الله سبحانه وتعالى حفظه فوقاه الله سيئات ما مكروا. فلم يؤمن إلا بنو إسرائيل وهؤلاء الثلاثة فقط. يقول الله سبحانه وتعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض متعال مغرور وإنه لمن المسرفين. ونزل البلاء على بني إسرائيل، فقال موسى لبني إسرائيل وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا. لكن بعدما قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا،
ذبح أولادنا من قبل ما جئتنا وذبح أولادنا بعد ما جئتنا. ثم استغفروا وقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تجعلنا بلاء، الله يجعل الكفار يزيد عذابهم بسببنا بأن نحن نبتلى، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، علموا بيوت بني إسرائيل، اجعلوا علامات على كل بيوت بني إسرائيل حتى لما يأتي اليوم الموعود يسهل طرق الأبواب عليهم وإخراجهم. فبدأ بنو إسرائيل يضعون علامات يعرفونها على بيوتهم. واجعلوا بيوتكم قبلة، أكثروا من الصلاة في بيوتكم، صلوا وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، الفرج قريب. فهنا دعا موسى عليه السلام وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة من الأموال في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم، أهلك أموالهم. يقول المؤرخون فكان كبار القوم، كبار أتباع فرعون، تحولت أموالهم حتى طعامهم تحول إلى حجارة، حتى إن البيضة والعدسة حجارة. اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل المجرمين. وبدأ البلاء واشتد على بني إسرائيل، قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قد أنتم تصبحون الحكام، عندها سنختبركم نرى كيف تفعلون. ولما اشتد البلاء قابله الله سبحانه وتعالى ببلاء على المصريين، اشتد البلاء على بني إسرائيل، جاء البلاء تلو البلاء على فرعون والمصريين. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، بدأ القحط، جفت الأرض وجفت السماء وجف النيل نزل، واشتدت بهم المجاعة. فعرف فرعون أن هذا من فعل موسى فاستدعاه، قال إن تدعو ربك أن يرفع عنا هذا الجفاء أرفع البلاء عن بني إسرائيل، فقال نعم. فأخذ موسى عليه السلام يدعو برفع الجفاء، فانجرى النيل ونزل المطر، ورجع فرعون إلى البلاء مرة أخرى، بدأ يعذب بني إسرائيل مرة أخرى. فجاء فورا عذاب آخر ونقص من الثمرات، جاء العذاب آخر نقص من الثمرات. بدأت الشجرة لما يأتي وقت ثمرها، الشجرة العظيمة التي كانت تخرج الثمار الكبيرة ما تخرج إلا حبة واحدة، النخلة ما تخرج إلا بلحة واحدة، بساتين العنب ما تخرج إلا عنبة واحدة، نقص من الثمرات، بلاء يقابل ببلاء. فاستدعاه مرة أخرى قال اكشف البلاء، ادعو ربك أن يكشف البلاء وأترك بني إسرائيل يخرجون. فدعا ربه عز وجل فرجعت الثمار ورجع الخير إلى مصر، ورفض فرعون أن يترك بني إسرائيل يتركهم يخرجون. إذا جاء الخير قالوا لنا هذه، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة، يقول هذا كله من موسى، يتطيروا بموسى ومن معه، قالوا قال
ألا إنما طائرهم عند الله. الشؤم منكم النحس، هذا الذي أصابكم بسبب كفركم بالله عز وجل. وبدأت الآيات، يقول الله سبحانه وتعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. 9 آيات كما ذكر الله سبحانه وتعالى. الآية الأولى العصا تحولت إلى حية، الآية الثانية اليد تخرج بيضاء من غير سوء، الآية الثالثة السنين القحط، الآية الرابعة نقص من الثمرات، و5 آيات ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم. أول الآيات هذه الخمس الطوفان، فاض النيل وبدأ يغرق مصر إلا ديار بني إسرائيل. يأتي الطوفان يوصل إلى بيت إسرائيلي يوخر يبتعد، يوصل بيت المصري يدخل. آية يرونها بأعينهم، غرقوا بالطوفان وبني إسرائيل بينهم ما يصيبهم شيء. فكل ما نزلت آية يستدعون موسى يطلبون منه أن يرفع البلاء فيستجيب، فيرفع البلاء فيسر فرعون. الآية الثانية الجراد، بدأ الجراد ينزل عليهم، أي مزارع للمصريين تهلك، مزارع بني إسرائيل ما يمسها شيء. وهكذا يدعو ويرفع البلاء. والقمل، القمل قيل السوس وقيل القمل المعروف الذي يخرج بالرأس، والأشهر أنه القمل، انتشر في رؤوسهم القمل وفي أجسادهم، وكان الرجل يقترب من زوجته فيقفز عليه القمل ولا يصيب بني إسرائيل شيء من ذلك، بس فيهم بس المصريين. فأصابهم بلاء شديد، يأتي الرجل يريد أن ينام في فراشه فإذا هو مملوء بالقمل. الضفادع، انتشرت الضفادع بين المصريين ولا تصيب الإسرائيليين. يفتح الرجل الإناء إذا فيه ضفدع، يريد ينام على فراشه ضفادع، يريد أن يأكل يفتح فمه تقفز في فمه ضفدع. مشاهد عجيبة بلاهم الله سبحانه وتعالى بها. ثم جاءت آخر الآيات التي استسلم لها فرعون، الدم، آية الدم. لما وصل بهم كل مرة يعاند، فجاءه بآية حسم الأمر بها، الدم. يأتون يسقون من النيل، الإسرائيلي يغرف ويشرب ماء، المصري يغرف الماء يتحول دم. يذهبون إلى الآبار، الإسرائيلي يخرجها ماء، المصري يخرجها دم، ما في ماء، انقطع عنهم الماء. فقاموا يطلبون الماء من بني إسرائيل، بعض بني إسرائيل رحيم فيأتي المصري يطلب منه الماء، الإسرائيلي عنده قربة ماء يصبها للمصري تتحول دم، يشرب منها هو ماء. كل الناس يروا المعجزات. يقول الله سبحانه وتعالى: فاستكبروا. رغم كل هذا ما آمن. 9 آيات 9 معجزات ولا يؤمن، فاستكبروا. يقول الله سبحانه وتعالى: وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز، وقع عليهم العذاب، وأشد عذاب كان بالدم. لما وصل الأمر إلى هذا جاءوا إلى موسى قال: ادعوا لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز، كشفت عنا العذاب، لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون.
في البداية لما رفع البلاء سمح، قال ليخرجوا عني، ففي الليل خرج بنو اسرائيل جميعا، بدأوا يتحركون. واسر بعبادي ليلا، يقول الله سبحانه وتعالى ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي ليلا، فجاءت الاوامر بالخروج بالليل، فبدأوا يطرقون على الابواب يعرفونها بالعلامات، فبدأ التحرك بالليل حتى لا يغير فرعون رأيه في الامر، ما انتظروا الى الصباح. وفعلا بدأ انطلاق 600,000 انسان بمتاعهم ودوابهم وحاجتهم، بدأوا ينطلقون نحو فلسطين، 600,000 انسان في هجرة عظيمة. لما صار الصبح، وإلا فرعون منتبه، كيف سمح لبني اسرائيل ان يذهبوا؟ من سيخدمنا؟ من سيكون عبيدنا؟ يقول الله سبحانه وتعالى فاذا هم ينكثون، بعد ما اعطى المواثيق والعهود بالسماح الان نكث، فبدأ يتبع بني اسرائيل. يقول الله سبحانه وتعالى فاخرجناهم، ما هو اللي خرج، احنا اللي اخرجناه، فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك واورثناها بني اسرائيل. فاتبعوهم مشرقين، وقت الشروق اول ما طلعت الشمس انتبه كيف فعل ذلك، فبدأت المطاردة. في هذه الفترة وصل، طبعا فرعون ايضا كان اخذ وقت الى ان يجهز جيشه ليتبعهم، فوصل موسى عليه السلام ومن معه الى البحر الاحمر، الى بحر القلزم اللي هو احد جناحين البحر الاحمر، وصل الى هذا البحر، التفتوا وراهم واذا فرعون مقبل بجيشه وسلاحه. يقول الله سبحانه وتعالى فلما تراءى الجمعان رأوا بعضهما قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين. واقترب فرعون والناس خايفة، البحر امامهم فرعون وراهم. يقول الله سبحانه وتعالى فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، انشق البحر فصار جبلين من ماء، كل فرق كل جزء كالطود العظيم كالجبل الكبير العظيم، والطريق داخل البحر الان فيه ماء فجففه الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى واضرب لهم طريقا في البحر يبسا، طريق يابس في البحر، لا تخاف دركا ولا تخشى. فاتبعهم فرعون بجنوده، ووقف فرعون امام هذا المشهد خايف يتقدم، ثم ان الله سبحانه وتعالى اقحم فرسه، هو واقف خايف يقدم، فجعل الله سبحانه وتعالى فرس فرعون تقدم، فتقدم فتقدم وراء كل الجيش، فبدأ يخوض البحر اليهم. فلما عبر موسى ومن معه ونجا اخر واحد منهم قبل ان يصل فرعون ومن معه انطبق البحر. يقول الله سبحانه وتعالى فغشيهم، غطاهم من اليم ما غشيهم واضل فرعون قومه وما هدى. يقول الله سبحانه وتعالى عن مشهد موت فرعون وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى اذا ادركه الغرق، لما شعر انه سيغرق ويموت قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. لكن متى؟ لما شفت الموت، التوبة لا تقبل عند الموت. قال
آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فرد الله سبحانه وتعالى عليه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك. يبقى جسدك خالد مومياء يراها الناس على مدى التاريخ. عبره خلد الله سبحانه وتعالى جسده حتى يعتبر به الناس، لتكون لمن خلفك آية من الله سبحانه وتعالى. وإن كثيرا من الناس رغم وجوده، وفرعون موجود الآن في المتاحف، موجود رمسيس، هذا اللي يسمونه رمسيس، هو هذا فرعون، نجاه الله سبحانه وتعالى ببدنه، لكن أكثر الناس عن آيات الله غافلين. في الحديث أن جبريل عليه السلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كرهت أحدا كرهي لفرعون، ولو تراني يا رسول الله وأنا آخذ الماء وأرميه في فمه حتى لا يشهد الشهادة فيرحمه الله. لكنه مع أنه شهدها الله سبحانه وتعالى ما قبل توبة عند الموت، ما قبل الله عز وجل، ونجا بنو إسرائيل وتعدوا البحر. أول ما مشوا مسافة بسيطة جدا مروا على قوم يعبدون الأصنام. الآن بعد كل هذا المشاهد فورا قبل أن يصلوا إلى فلسطين، ما زالوا في سيناء، رأوا ناس يعبدون الأصنام. يقول الله سبحانه وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا، يعني بعد ما تجاوزوا، كلمة فأتوا الفاء تدل على الفورية، فورا يعني ما في مسافة بسيطة جدا. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بعد كل هذا فانظروا كيف الكفر كان فيهم. قال: انكم قوم تجهلون، ان هؤلاء متبر ما هم فيه، باطل ما هم فيه، وباطل ما كانوا يعملون. قال: غير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين. تحرك بنو اسرائيل في طريقهم الى فلسطين، وهنا يستعجل موسى عليه السلام قبلهم ليلتقي بالله رب العالمين. اللقاء الثاني